وصلنا إلى محطة شاتلي. محطة شاتلي من أكبر محطات العالم، أكبر محطة أندرغراوند بالعالم. تخيلوا فيها قطارات وباصات وسوالف هاي توديك من كل مكان تقريبا. والحلو فيها بعد إنه عندها كذي ساحة كبيرة كلها أغاني وكونسرت وناس وعالم جميلة. خلونا أوريكم الستيشن. هذا الفنان مسويها على طريقة إنه بالقابة شلون الشجر يكون كله فوق بعض، صار كذي. مطاعم، قهاوي، كل شيء موجود داخلها. شلونكم؟ شريت هذه. شوفون راح تصير بهذا الشكل. خلني أسويها الحين أوريكم. الحين نقدر نحط داخلها كل الأغراض بس ما يبينون. Très belle hein. Le café allongé on dit. De café allongé. 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 J'ai. Allongé. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et on va vous prendre aussi deux cafés. Deux cafés, s'il vous plaît. Allongé. Allongé. What's allongé? Non. Ah, allongé. Ok. Allongé. Non. Allongé, s'il vous plaît. Ok, c'est la boîte de Hadil. Vegetables. طبعاً باريس وفرنسا مشهورين جداً بالحلو والسويت وهالسوالف. عندهم أشياء أشكالها جداً رهيبة. شنو اللي آخذه؟ الله. باخذ لي واحدة من هذه. ليمون تارت هذا اسمها. هذا اللي طلبناه. Oui c'est pour nous. Il y a des cafés. Il y a deux cafés à manger. How was it? For your coffee, for the white, good for your coffee. Oh yeah? It's here. يقول له oh, it's a good one. Hmm? Yeah. يقول له ناطرين رايحين حق قهوة الكافيه اللي أحبه. المفروض صراحة رايح له بس. يلا. Baguette in 2016. الكافيه اللي احنا فيه بحط لكم اسمه هني كاتبين انه اخذ جائزة افضل باجيت في باريس او فرانس maybe 2016. No, no. باريس. باريس. وي. حلو اوريكم. شوفون. والحين جاء دور الليمون تارت. هذه هي. نجرب. يابسة. الأطراف يابسة جدا. انصدمت. حيل لذيذة. مو شوية حيل. بس صعب نكسرها بس قوية قوية قوية. قاعد احاول اكسرها. اوكي سويت شيء افضل يعني كسرتها لانه صعب تتكسر بس حيل 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 لذيذة. اسمها ليمون تارت. احلى شيء عندي بباريس القهاوي. القعدات الخارجية عجيبة. في أشياء جدا مهمة تعرفونها بباريس أو بفرنسا. لازم دائما 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 تقولون بونجور ولا بونسوار. بونجور يعني صباح الخير أو يا هلا، لأن يستخدمونها للساعة 7 المغرب يمكن أو 6 المغرب، وبعدها تقولون بونسوار دائما. وباريس من المدن اللي صراحة لازم تمشون فيها واجد. ليش؟ لأن ممكن تطوفكم اماكن عجيبه جدا واحلى من الاماكن اللي قاعد تشوفونها بالاعلام او باي مكان. بين الشوارع في
أماكن خيالية ومطاعم يمكن مو موجودة حتى بجوجل ماب. وبالشوارع في هوملس واجد، وهذا الشارع جدا 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 مشهور، كله محلات ومطاعم، زحمة عادة. هذا المحل يونيكلو من أقوى المحلات أو من أكثر المحلات مشهورة في باريس في ملابس عجيبة، شباب وبنات وصغار وكل شيء، حد عجيب. مشهورين بهذول الجاكيتات اللي تلبس تحت الجاكيت، حيل قوي والكواليتي عجيب. أحب التيشيرتات هذه عندهم ميديم. طبعا على طول خذيت، الكواليتي حد عجيب. والسوكس عندهم بعد عجيبين جدا، كل الألوان، شوف الاختيارات، عجيب 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 المحل هذا. شوفوا السوكس عندهم، الكواليتي حد خيالي، شوف التفاصيل عجيبة، وأسعارهم طبعا عجيبة. ها هذا سعره 2 يورو، تخيلوا 3 دنانير، يعني الواحد دينار. هذه من أحلى المكاين اللي تجون تدفعون بروحكم وتطلعون من المحل تأخذون أغراضكم وتمشون. شوفوا شلون الطريقة جدا سهلة، تجي هني وتحط أغراضك. شوف الطريقة شلون سهلة، بس تعال طق هذه، الحين يقول لك ايوه، حط اغراضك داخل هذه، اول ما تحطهم يطلعون هني على طول، شلون ما ادري. متعة والله، شو باجي شلون كشخه، شلون حطينا يعني تقط ثنتين ثلاث ويا بعض يعرف. حسبنا طلع صح. راح 60 يورو بالحساب. وصلنا إلى محطة شاتلي بالسنتر. محطة شاتلي من أكبر محطات العالم وأكبر محطة أندرغراوند بالعالم، تخيلوا فيها قطارات وباصات وسوالف هاي توديكم كل مكان تقريبا. والحلو فيها بعد انه عندها كذي ساحة كبيرة كلها اغاني وكونسرت وناس وعالم جميلة. خلونا اوريكم الستيشن. هذا الفنان مسويها على طريقة انه بالقابة شلون الشجر يكون كله فوق بعض، صار كذي داخلها كله محلات، مطاعم، قهاوي، كل شيء موجود داخلها. طبعا شفت هذا الجمال عند الباب، هذه هي أكلها هني، مطاعم وقهاوي ومحلات، ليجو، سيفورا، مطاعم، وفيها أكثر من طابق تحت الأرض بهذا الشكل. طبعا كلها محلات كذي، يتجمعون الناس وأغاني وساحة جدا جدا كبيرة. بس مهم جدا تعرفون ان المنطقة اصلا مو امنة، يعني هي امنة، ما عمره صار لي شيء هني او احد صار له شيء هني، بس ان هم دير بالكم يعني لا تكشخون ومعاكم جناط ومسخرة وهالسوالف، خلوكم طبيعيين جدا، لبسكم العادي وتعالوا تسوقوا، الامور جدا طيبة. هذا واحد من اكبر محلات ليجو بالعالم، فجدا جميل من داخل، بس شوف الطابور. يا جماعة في شيء حد عجيب بإيكيا، هذا البوكس تشوفون، هذا البوكس تشحنون فيه البطاريات، يعني تشتري البطارية هذه أو البطاريات هذه تشوفون، وإذا خلصوا البطاريات ما تشترون جدد، لا خلاص تشحنونهم بهذا، فعجيبة الفكرة حدها. شوفون عجيبة، فتقدرون تشحنون البطارية نفسها، حلوة حيل الفكرة.
في معلومة مهمة جدا، إذا وقفتوا بالإسكليتر هذا اللي قاعد يمشي توقفون على اليمين، لأن في فرنسا الناس على اليسار يكون الناس اللي مستعجلين يمشون بسرعة، إذا أنت مو مستعجل وقف على اليمين دائما، أوكي؟ خلوا اليسار فاضي. طبعا شرينا قهوة من إيكيا، نجربها باكر وأقول لكم. هذا العطر بالصيدليات يبيعونه خيالي، دائما أضيفه على العطر مالي، رهيب 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 بشكل مو طبيعي. هذا اسم الماركة جماعة، حد رهيب. أنا أخذ الوايت تي، لازم تجربونه. كوريان سوبر ماركت، جمعية كورية فيها أشياء كذي غريبة حق اللي يحبها السوالف، لأن أنا أحب صراحة مرات أجرب أشياء مو غريبة يعني، بس تشوفون كذي يعني سويت بالكيوي. عندهم هنا أنواع الماي والأشياء غريبة يعني، بس حلوة مرات. ما له شغل الصورة، فعندهم أشياء واجد صراحة كيوت. شوفوا أنواع النودلز والأندومي. طبعا ما راح أخلي، راح أخذ لي واحد. حد كيوت. بعض الأشياء اللي أحب أجربها عندهم ووتر ميلون. احنا بالكويت نسميه رقي، شنو تسمونه هذا؟ ووتر ميلون، عجيب. بس هذا ما جربته طبعا، الووتر ميلون عجيب، خلينا نجربه واقول لكم. اوكي بنجرب المشروب هذا مالهم، بعطيكم رايي. This is really nice. فريش. أريك يقول مو أحسن من هذا. خذينا هذا. الناس ما شلون قاعد يخزون. كذي شكله. حلاوة جلي. يم يم. قوي. راح ارجع له مره ثانيه حق السويت. هذا غريب على حلو يعني، لايت حيل خفيف. ما ادري شنو داخله صراحه لانه ما فهم ولا كلمه، بس كيوت. عندنا هذا، شوفون نجرب. هو أبيض ولا لا؟ حدا قوي قوية ما تنعض، بس الطعم حدا رهيب. أوف لذيذة. ها؟ You like it? He's like, give me 10. Oh my love, you're such a fragile thing. هذا متحف بومبيدو. طبعا مدينة شاتلي او منطقة شاتلي موجودة بنص باريس بالضبط. الحلو فيها، فيها كل انواع الناس الموجودين بالعالم، بس لازم ناخذ حذرنا لان هذه المنطقة فيها كل انواع الناس، نفس ما قلت لكم ان في ناس زينين وفي ناس مو زينين، فلا تكونون حيل كاشخين ويعني ترى شوفونه، لان هني ما يهتمون حق هذه المناظر خصوصا في هذه المنطقة. المهم ان المنطقة حدها عجيبة، فيها مطاعم واجد وفيها محلات وفيها اشياء حدها عجيبة ولازم تزورونها. وبليز لا تنسى اللايك والسبسكرايب، لان هذا الشيء الوحيد اتوقع اللي يطلع الفيديو حق كل الناس. شريت اشياء معي لك بعد. الله باريس عجيبة عجيبة، شوف الألوان. هوتيل دافيل اسم هذا المبنى،
للحين الناس يشتغلون داخله، بس هذا عندي من اجمل المباني بالعالم وبالتاريخ، شيء حده رهيب وتفاصيله رهيبه. بس ما يصير ندش داخله لانه مو متحف، للحين قاعد يشتغلون داخله، بس الشكل ولا غلطه، تفاصيل عجيبه. افضل الطرق ان تتنقلون داخل باريس طبعا المترو، لازم تعرفون طريقه شلون تسجلون بالمترو وتاخذون الكرت الاسبوعي مثلا، او في 3 ايام في 5 ايام في اسبوع في شهر، انا مالي ماخذ شهر. Une fois par semaine, elle nous demande, elle vivait pas avec son mari. Pareil, son mari avait aménagé. Et là, merci. Moi, c'est bon.